10 مساء بتوقيت أسمر المحلي، مشاهدينا في كل مكان، نقدم لكم من تلفزيون دولة إريتريا نشرة الأخبار، معكم فيها قاسم محمود البادي كالعادة بأهم ما جاء فيها. إحياء اليوم العالمي للمرأة، تواصل سيمينارات الأوضاع الراهنة والبرامج المستقبلية، افتتاح عيادة جديدة في منطقة أملي، رئيس الحكومة اللبنانية يعلن تعليق دفع ديون لبنان، حقائق أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم، و27 قاتلين على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفل الإقليم الأوسط بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار إلى الأمام حتى التحرر الكامل. وفي الحفل الذي جرى في قاعة الإكسبو بأسمرة، قالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في فرع الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي إن المناسبة تذكرنا لتجديد العهد للحفاظ على مساواة الجنسين التي تحققت بنضال طويل والمجاهدة للوصول إلى أعلى المستويات استفادة من المرحلة التاريخية الجديدة. وأوضحت أن الإنجازات التي حققتها إريتريا في قضية المرأة تعتبر مثار إعجاب وإشادة، ويتوجب الإكمال المتبقى والعمل لرفع كفاءة المرأة وتمكينها، مشددة بأن تحقيق مبتغى الارتقاء إلى التطور والتحضر يتأتى برفع قدرات وكفاءة المجتمع عامة. وذكر المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقيت ولد برهان أن قضية المرأة هي قضية أمن وهوية البلاد، موضحا بأن نضال الشعب الإريتري وخاصة الجبهة الشعبية مثال حي للعالم لتحقيق فعلي لحقوق ومساواة المرأة، داعيا العمل بقوة بتمتين الصفوف والتأطير للدفع ببرامج التنمية. وبدأت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الإقليم الأوسط من الثاني من مارس بالسيمينارات والبرامج الأخرى، ويحتفى بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة التاسعة بعد 100 في العالم وللمرأة 41 في البلاد. انتظمت يومي 6 و7 من مارس بمدن كرن ومندفرة وعصب السيمينارات التي بدأت في 5 من مارس بكبار المسؤولين في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات المنطقة وكذلك الفرص والتحديات وبرامج عام 2020 وما بعده. وعقد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد في مدينة كرن، ووكيل الأمن الوطني العميد أبرهة كاسا في مدينة مندفرة، ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يماني جبرا في مدينة عصب، عقدوا سيمينارات لكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش، موضحين تحديات القرن الماضي والتجارب المكتسبة، مؤكدين في الوقت ذاته بأن الوعي والتنظيم والوحدة والوئام والمبادرة ورفع المساهمة هي أساس قوتنا الوطنية التي يتوجب تنميتها وتقويتها باستمرار. وذكر القائمون على السيمينارات لعدم إهمال تعزيز السلام والوئام بأخذهما من المسلمات ورعايتهما دوما إلى جانب المكافحة المستمرة للمفاهيم دون الوطنية، مشيرين إلى أن المورد الرئيسي للبلاد هو القدرة البشرية، ورغم وجود المحدودية والضعف في هذا المورد إلا أنه يعتبر خيارا قويا بالمقارنة مع الآخرين والتحديات والبرامج الماثلة. وحول البنى التحتية والإنتاج والإنتاجية، أوضح المسؤولون بإفاضة بأن تحسين البنى التحتية وتوفير خدمات المياه في الريف والحضر خاصة المناطق النائية سينفذ بقوة بإعطائه الأولوية اللازمة، وأن تنفيذ مشاريع حصول القرى التي لها إشكالية في نقص المياه تجري خدمات المياه الجيدة على مراحل، ومواصلة البرنامج الضخم لتحسين خدمات المياه لأسمرة والمدن الأخرى الذي يتطلب الكثير من المنصرفات. وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح المسؤولون بدء الاستعدادات اللازمة لتركيب أجهزة طاقة شمسية إضافية بقوة 60 ميجاوات في أسمرة وعصب ومصوع بموجب الخطة الموضوعة للوصول التدريجي إلى المستوى المأمون.
وتركيب محركات توليد الطاقة الكهربائية الكبيرة والصغيرة لرفع كمية الطاقة والإضاءة، وسيكون عام 2020 عام انطلاقة للمباني السكنية لإنهاء المباني غير المكتملة والبدء لبناء مساكن جديدة. وأشارت السيمينارات إلى وجود تحديات داخلية وخارجية، مؤكدة أنه رغم وجود مواضيع مصدرها الأوضاع المعيشية، إلا أن التحدي الداخلي الأكبر والمؤقت هو الهوة بين الواقع والآمال الكبيرة، ويتطلب الوصول إلى المبتغى الوقت والعمل القوي والإمكانات. وطالبت السيمينارات لإعادة النظر في مشاريع البناء التي بدأتها الحكومة وتأخر إنجازها، وكذلك إقامة جهة مسلحة بالتقانة الحديثة للرد على المعلومات المغلوطة التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي لإهداف الوطن والمصلحة الوطنية، والعمل بقوة لتطوير قدرات الشباب وتحسين عملية المشتريات التي تعيق إنجاز الأعمال في أوانها بسبب نقص المعدات والتجهيزات، وتقوية الجهود الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، والقيام بدراسة المباني المشيدة وغير المستخدمة وإيجاد الحلول لها، وتحسين تصاريح الاستيراد وغيرها من الأسئلة والآراء. نظم في الرابع من مارس بمدينة بارونتو إقليم القشبركة لقاء لمناقشة تأكيد الخطط الموضوعة لتنفيذ برامج الإصحاح البيئي الجاري في 990 منطقة ب 216 ضاحية، ومدى فعاليتها واستمراريتها والمهام التي أنجزت مسبقا. وأوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور حيالوم كيداني أن الإصحاح البيئي يعد حجر الزاوية للأنشطة الصحية، لذلك يجري العمل فيه بجدية على مستوى الإقليم، وقد حقق حتى الآن تطورا ملموسا. من جهته قال مسؤول الإصحاح البيئي في الفرع السيد عبد يعقوب أن البرنامج لم يسير حسب الخطط الموضوعة، وبفضل إعادة النظر التي أجريت في عام 2019 ارتفعت نسبة القرى المنفذة للبرنامج إلى 274 قرية، مشيرا إلى إقامة لجان بالنزول حتى مستوى القرى لتنفيذ القرى المتبقية البرنامج بفعالية. وأشار مسؤول فرع الإصحاح البيئي في وزارة الصحة الدكتور زموي ألمو إلى أن برامج الإصحاح البيئي أساس متين واستراتيجي للبرامج الصحية، لذلك يمنح اهتمام أكبر، وأن الجهود الجارية في إقليم القشبركة تبرز الجاهزية لإنجاح البرنامج. من جهتهم أكد مدراء المديريات المشاركون في اللقاء جاهزيتهم لإنجاح البرنامج في الوقت المحدد لها حسب مقدراتهم. افتتحت في منطقة أوملي بمديرية فورو إقليم شمال البحر الأحمر عيادة جديدة، حيث قال المستفيدون أن الخدمات الصحية أن العيادة تسهم بفعالية في تأمين صحة المواطنين وخاصة رعاية الحوامل ورفع الوعي الصحي لدى السكان. وأوضحوا أن المرضى وخاصة الحوامل كن يرتحلن سيرا على الأقدام والدواب إلى كل من عالدقيح وفورو لتلقي الخدمات الصحية، ونتيجة لذلك كانت تحدث وفيات الأمهات والمواليد، وأن افتتاح العيادة يخفف من هذه الإشكاليات. وأشاروا إلى ارتفاع وعيهم بفضل التوعيات المكثفة المقدمة لهم، معبرين عن أمنياتهم الكبيرة لحل نواقص العيادة مستقبلا. من جهته قال مسؤول العيادة مساعد التمريض جابر عبد الله أن العيادة تقدم الخدمات الصحية لمناطق أيرومالي ومالكا ودانالو ووادي حداس، وإلى جانب الخدمات الصحية يقدمون نصائح وإرشادات متنقلين إلى المناطق النائية حول مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وضمان الإصحاح البيئي وردع العادات الضارة. وذكر أن الهدف الرئيسي من افتتاح العيادة هو لحصول المواطنين القاطنين في مناطق متناثرة متجمعين في مركز متوسط، ويجري العمل لتوسعتها. تقدم عيادة أوملي الخدمات لأكثر من 2600 أسرة في 13 منطقة. نظمت دورة تدريبية تطبيقية لمنتجي الخضروات وخاصة منتجي الطماطم في مديرية غردات، وقد ركزت الدورة على المعدات التي يجب استخدامها في أساليب زراعة البذور والحذر الذي يجب اتخاذه أثناء رش المبيدات الحشرية. وأوضح خبير تنمية المحاصيل من مكتب الزراعة في إقليم القشبركة الشاب زيناوي تسفى برهانة
أن الهدف الرئيسي من البرنامج جعل المزارعين منتجين أكثر بدمج التجارب المكتسبة بالمعرفة العلمية. وأشار الشاب الزيناوي إلى أن الدورة التي أشرف عليها المهنيون تستمر حتى موسم حصاد الخضروات، وتساعد المزارعون لاكتساب معلومات كافية من مرحلة الزرع وحتى مرحلتي جمع وتوزيع الإنتاج. ولعبت دورا كبيرا في تصحيح بعض الأخطاء السائدة في سبل الزرع واستخدام المبيدات الحشرية. من جهته قال مسؤول مكتب الزراعة في مديرية غردات السيد تيدروس قبر مريم أن المديرية هي أكثر المناطق التي تشهد تنمية محصول الطماطم، لذلك أن الدورة الهادفة إلى المزارعين تساعدهم في تصحيح الأخطاء ومضاعفة الإنتاج. كما أوضح المزارعون بأن الدورة التطبيقية ساعدتهم في إنتاج جيد من محصول الطماطم الجيد وتقديمه للأسواق وحصاد إنتاج وفير بدمج تجاربهم المكتسبة عبر فترة طويلة بالمعرفة العلمية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الأنباء العالمية. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم السبت أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في 9 مارس آذار، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وقال دياب في خطاب إذاعة وتلفزيون أن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الخالية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات. وأضاف دياب أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونة في العالم. وقال دياب: لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. وتساءل رئيس الحكومة في كلمته من مقر الحكومة أمام جميع أعضاء وزراء حكومته: كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟ وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسن النية مع الدائنين كافة، نلتزم المعايير العالمية المثلى. تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا 106,000 شخص في أنحاء العالم مع وصول الفيروس إلى دول جديدة وتسببه في مزيد من الأضرار الاقتصادية. أصيب أكثر من 106,000 شخص بفيروس كورونا في شتى أنحاء العالم، وتوفي 3,600 وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى ما أعلنته الحكومات. ويواصل التفشي التباطؤ في الصين. وبحسب لجنة الصحة الوطنية، انخفض عدد حالات الإصابة بمقدار النصف تقريبا يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة. وأكدت بنغلاديش يوم الأحد ظهور أول 3 حالات إصابة بالفيروس، عاد 2 منها من إيطاليا مؤخرا. وقالت السلطات في جزر المالديف يوم الأحد إنها فرضت قيود على الحركة في عدة جزر سياحية بعدما سجلت البلاد أول 2 إصابة بفيروس كورونا. وقال وزير الصحة الياباني إن إمكانيات المخصصة تزيد بحلول نهاية الشهر الجاري مع بدء التأمين الصحي الوطني في تغطيتها. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في اليابان ارتفع إلى 1159 حالة. وأفردت إيطاليا إعلانا فعليا لقطاعات من شمال البلاد يوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، وذلك في محاولة جديدة لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا. قتل 27 شخصا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول إلى جرح حوالي 18 شخصا. ويعد هذا الهجوم الأول في العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع حركة طالبان المتمردة حول الانسحاب من أفغانستان وفق ما أعلن مسؤول رسمي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن المسلحين قتلوا 27 شخصا وجرحوا 29 على الأقل في الهجوم، لافتا إلى أن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفيات. من جانبه قال نصرة رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الاشتباكات مع المسلحين ما زالت مستمرة في مكان قريب.
ونجى العديد من الزعماء السياسيين البارزين من هجوم الحفل بدون أن يصابوا بأذى، من بينهم عبد الله عبد الله المتنافس البارز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا يمهد الطريق أمام انسحاب كامل القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا، غير أن أعمال العنف استمرت في أنحاء البلاد ما يلقي شكوكا على مصير عملية السلام. الخبر الأخير في هذه النشرة، أظهرت نتائج دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة أن نحو 90% من سكان العالم من الجنسين لديهم أحكام مسبقة حيال النساء، ومن هذه الأحكام أن الرجال يصلحون أكثر من النساء ليكونوا مسؤولين سياسيين أو رؤساء شركات، وكذلك أن الأولوية ينبغي أن تعطى للرجل في سوق العمل عندما تكون الفرص نادرة. ولدى 90% من الأشخاص ومن بينهم نساء حكم مسبق واحد كهذا على الأقل، على ما رأت وكالة الأمم المتحدة استنادا إلى بيانات من 75 دولة تشكل أكثر من 80% من سكان العالم. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استمرار وجود حواجز حقيقية من خفية بين الرجال والنساء رغم تسجيل تقدم على مدى قرون. ودعا برنامج الأمم المتحدة الحكومات والمؤسسات إلى اعتماد نهج سياسي جديد لتطوير هذه الآراء والممارسات التمييزية. هكذا انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع ودمتم في أمان الله.